شبكة منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم. لهذا تركت التشيع. سلسلة فريدة تتناول قصة رحلة صادقة في البحث عن الحقيقة، يقدمها الشيخ المهتدي الخطيب الحسيني، يوضح فيها الأسباب التي دعته لترك الدين الإمامي الاثني عشري، وما رآه من ضلالات مرجع التقليد الذي كان يقلده وانحرافات المعممين. يأتيكم ولأول مرة عبر شبكة منهاج السنة. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. لهذا تركت التشيع. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبين إن شاء الله في هذه الحلقة كيف كنا نخدع ويروج لهذا المعتقد الباطل بالكذب علينا، ولا زال أبناء جلدتي من الشيعة يخدعون في هذا الأباطيل، في هذه الأباطيل. المشكلة لم يكن الدين باطل لوحده، ولكن المشكلة الأكبر إن مراجعنا ومعممينا هم الذين يكذبون علينا لنستمر على هذا الباطل بهذه الطرق. الآن عندنا الشيخ، أي سماحة الشيخ جعفر الهادي، وكيف يقول ويثني على الكليني بأنه هو يشد الرحال من أجل أن يأتي ويعرف ويكتب حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول في هذا الفيديو لنستمع الآن وثم نعلق لنعرف وأعرف أبناء جلدتي بالكذب الصريح. يكفيك أن أصح الكتب عند بعض الفرق الإسلامية كتاب يحتوي على 2500 حديث، بينما الكافي وحده 16000 حديث، ولا يشوش عليك أحد أن هذا مو صحيح وهذا مو صحيح وهذا مو صحيح وأكثر مو صحيح جله ليس. لا 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 لا, لا تتسرع. الكليني ثقة الإسلام 20 سنة، بعض الأوقات كان يسمع أن هناك راوي لهذا الحديث بسند أقل، يعني بطبقة أقل، يعني أقرب إلى رسول الله، كان يشد الرحال إليه ويدق الباب عليه ويسأله هل أنت سمعت هذا الحديث من فلان اللي يعني أقل يعني حلقة إلى رسول الله، أقل الحلقة سند يعني أقصر. قال نعم، اقرأ لي الرواية، تفضل اشرب ماء اشرب شاي. لا 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 لا، أنا جاي لأجل هذا الحديث لأني أريد شنو أتأكد من الحديث. بعد أن استمعنا وكيف بأنه يقول إن بعض الأوقات كان يسمع هنالك راو لهذا الحديث، أي الكليني، بسند أقل يعني بطبقة أقل إلى رسول الله، كان يشد الرحال، رمز قرآن، كان أي الكليني يشد الرحال، هكذا يقول الشيخ سماحة الشيخ جعفر الهادي، يشد الرحال ويدق الباب عليه ويسأله هل أنت يعني سمعت هذا الحديث من فلان يعني أقل طبقة، هكذا يقول سماحة الشيخ جعفر الهادي. لكن أقول لك يا شيخ جعفر، إنك تكذب، ومعذرة لهذه الكلمة، لكن طفح الكيل، وتعلم إنك تكذب علينا وتستغل عمامتك والمنبر الحسيني لتمرير الكذب الصريح، وهذا معروض ومعروف أصبح في هذا المجتمع. أقول لك وأبين لك، الكليني ولد
في قرية تسمى كلين، وهي في جنوب أو قريبة من العاصمة طهران، أي في إيران. ثم خرج كما تقول كتب السيرة، خرج الكليني لطلب العلم إلى الحجاز، والحجاز في المملكة السعودية. طيب، إذن ترك العراق وتخطى العراق وذهب إلى الحجاز. فأنا أسألك يا شيخ، هل الحجاز فيها المهدي المنتظر؟ هل الغيبة المهدي المنتظر الصغرى في الحجاز؟ هل السفراء الأربع هم في الحجاز؟ أنت تقول هو يشد الرحال في سبيل أن يبحث عن الحديث. طيب الحجاز من فيها؟ إذن هذه نقطة أولى، لكن أبين لك أكثر، وكذلك أبين للشيعة كيف كنا نخدع. طيب أقول يا إخواني، ولد في زمن السفير الأول ومات في عصر السفير الرابع، أي بمعنى إن حياته كانت في ضمن السفراء الأربع. طيب هل هنالك راوي أقرب من السفراء إلى المهدي المعصوم فيشد الكليني رحاله لغيرهم؟ هذا كذب، الآن كذب واضح. يجب علينا أن نفضح هؤلاء المعممين لأنهم سرقوا كل شيء حتى الدين. إذن الكليني كان في عصر السفراء الأربعة. طيب ثم من بعد ذلك عندما ذهب الكليني للحجاز عاد فاستقر في بغداد. وفي بغداد إخواني عثمان ابن سعيد السفير الأول، محمد بن عثمان السفير الثاني، الحسين بن روح السفير الثالث، وعلي ابن محمد السامري السفير الرابع، وهؤلاء في بغداد، والكليني استقر معهم وبقربه. إذن الكليني لم يشد الرحال لطلب العلم أو طلب الحديث، وإنما شد الرحال للتجارة. أناس كانت تريد أن تتاجر، تريد أن تستفيد، تبحث عن الأموال لا تبحث عن الدين، وهذا الشاهد الآن. يا شيخ جعفر، إذا كان الكليني يجهد نفسه في سبيل أن يسافر ويذهب يشد الرحال في سبيل طلب الحديث، فالآن استقر في بغداد وما يحتاج شد رحال، ما يحتاج إلا أن الكليني يعقد النية ثم يجالس هؤلاء السفراء فيأخذ منهم الأحاديث، وهؤلاء هم أقل طبقة في عصره على الإطلاق. أنت تقول يا جعفر، يا شيخ جعفر، أنت تقول هو يبحث عن الراوي إذا كان أقل طبقة. طيب فما بالك بالسفير الذي يلتقي بالمعصوم، هل هنالك طبقة أكثر؟ طيب ومع هذا فإن الكليني لم يأخذ من السفراء شيء. وبالمناسبة إن الكليني قد ألف كتاب الكافي اللي يعتبر وهو كتاب رئيسي وأهم كتاب في الدين الشيعي، وذكر صاحب مفاتيح الجنان عباس القمي صفحة 593 قال: وقد صنف كتاب الكافي خلال 20 سنة، أي يتكلم عن الكليني أو محمد بن يعقوب الكليني. طيب إذن هنالك فترة جدا كبيرة تتيح للكليني أن يسافر ويشد الرحال كما تقول، وتسمع الناس وتسمعنا بأن الكليني كان حريصا على طلب العلم وتثبت من الأحاديث. طيب الآن سأوضح لك مسألة، وهذه المسألة تعتبر فضيحة وطامة كبرى لك ولغيرك ولكل معمم، ونقول كفى خداعا، كفى هذا الكذب والترويج، أصبحت الأمور كلها مكشوفة، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشيعة. اسمع يا شيخ، يا من تقول بأن الكليني يشد الرحال، سأعطيك نموذج من الكليني الذي يشد الرحال ليبحث عن الطبقة والرواة. في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 178 باب الأرض لا تخلو من حجة حديث رقم 6، اسمع يا شيخ، محمد بن يعقوب الكليني يروي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أجل وأعظم أن يترك الأرض بغير إمام عادل. حديث هذا. وما أكثر الأحاديث للكليني. أنت تقول يشد الرحال، سأبين لك ما هي الرحال وكيف شدها الآن في هذا الحديث، لتعلم بأنكم تكذبون علينا وتروجون لهذا الكذب من أجل المصالح الشخصية. طيب الآن ليسمع الشيعي محمد بن يعقوب الكليني معاصر للإمام المهدي، المفروض يأخذ الحديث منين؟ المفترض أن يأخذ الحديث من أحد السفراء اللي معاه اللي قريبين عليه، أن يشد الرحال كما يقول شيخنا والسماحة سماحة الشيخ جعفر الهادي. فلم يأخذ من السفير ولم يأخذ من المهدي المنتظر لأنه معاصر له وأقرب طبقة، فترك السفراء وضربهم بعرض الحائط. اسمع يا شيخ هادي، يا شيخنا الهادي اسمع، يشد الرحال، هذا هو شد الرحال. فإن الكليني لم يعتبر هؤلاء ولم يأخذ منهم وقفز إلى علي إلى محمد ابن يحيى، يعني ترك السفراء وترك المهدي وذهب إلى محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ترك الإمام المعاصر له اللي هو الإمام العسكري وذهب يأخذ من أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد ترك الإمام المعاصر له الهادي فأخذ عن الحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد كان معاصرا للإمام الجواد، ترك الإمام الجواد وذهب يأخذ من القاسم بن محمد، والقاسم ابن محمد كان معاصرا للإمام الرضا، ترك الرضا وأخذ عن علي ابن أبي حمزة، وعلي ابن أبي حمزة كان معاصرا للإمام الكاظم وترك الكاظم فأخذ عن أبي بصير، وأبي بصير أخذ من أبي عبد الله عليه السلام. أنا أسألك يا شيخ، لماذا الكليني ترك ستة معصومين؟ ألم تقل هو يشد الرحال في سبيل أن يصل لطبقة أفضل قريبة؟ طيب الإمام المهدي كان قريب ويأخذ فقط من السفراء، اترك السفراء، ممكن يكون بيناتهم خلاف على الأخماس ولا على المناصب. طيب لماذا لم يأخذ من الإمام المعاصر العسكري اللي هو معاصر لمحمد بن يحيى؟ محمد بن يحيى كذلك فعل كما فعل الكليني، ترك الإمام المعاصر له وأخذ عن أحمد بن محمد وهكذا. إذن الكليني لم يأخذ، وهذه هنالك من الأحاديث اللي هي فقط عن جعفر الصادق وترك ستة معصومين بطريقة وبأسلوب عند الكليني. فالكليني لم يشد الرحال ولم يذهب للسفراء ولم يأخذ منهم شيء. فعندما تقول إن الكليني كان يشد الرحال وتريد أن تساوي الكليني كأهل السنة والجماعة بالإمام البخاري، فما يكون في الكذب وإنما يكون في الحقائق، في الحقائق يا شيخ. فالكليني لم يعتمد على السفراء، لا السفير الموجودين في عصر ما اعتمد على أي سفير في الرواية، ولم يأخذ من المهدي أو الإمام العسكري في هذه الرواية، هو انفرد. وهنالك روايات كثيرة بهذا المعنى بأن الكليني يترك السفراء ثم ينتقل إلى رواة غير معصومين لينتهي عند جعفر الصادق، وجعفر الصادق بينه وبين الكليني 200 سنة وبعيد، فكيف يقفز ويترك السفراء في بغداد الذين يتصلون بالمهدي المنتظر؟ فإذا هو لم يشد الرحال. فلا تكذبوا على الناس، يكفي هذا الكذب. والآن لنستمع مرة أخرى للشيخ وسماحة الشيخ جعفر الهادي وكيف يقول بأنه يشد الرحال من أجل إيش؟ إن الطبقة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنستمع. الكليني ثقة الإسلام 20 سنة، بعض الأوقات كان يسمع أن هناك راوي لهذا الحديث بسند أقل، يعني بطبقة أقل، يعني أقرب إلى رسول الله، كان يشد الرحال إليه ويدق الباب عليه ويسأله: هل أنت سمعت هذا الحديث من فلان اللي يعني أقل يعني حلقة
إلى رسول الله أقل الحلقة سند يعني أقصر. قال نعم. طيب بعد أن استمعنا للشيخ فنقول لك يا شيخ يا سماحة الشيخ نقول لك وبكل صدق وبكل إخلاص ونريد أن نوصل حقائق لماذا لم يشد الرحال للسفراء ليأخذ من المهدي؟ هل هنالك راوي في عصر الكليني أقرب إلى حديث العترة من السفراء؟ هل الكليني لا يعترف بالسفراء ويعتقد بأنهم لصوص؟ هل الكليني مبغض للمهدي ولم يأتي إليه للأخذ منه؟ هل الكليني يعتقد لا وجود للمهدي وهذه خرافة؟ هل السفراء الأربعة لم يسمحوا للكليني بأن يأخذ منهم لعدم ثقتهم به؟ هل المهدي يعتبر الكليني كذاب فأخبر السفراء بعدم التعامل معه؟ كيف ترقع يا شيخ؟ وماذا تفعل؟ وماذا تقول للناس؟ اذكر لهم سبب مقنع. هؤلاء المساكين سيتعلقون برقابكم يوم القيامة. خدعتمونا سرقتم الأموال وسرقتم الأعراض لم تكتفوا حتى سرقتم منا الدين ولم تكتفوا بذلك وجعلتم له مشهدا ليطاف ويتبرك به ليكون ندا لله عز وجل. انظر يا شيخ جعفر كيف وإلى أين أوصلتمونا. كفاكم كذبا الدنيا زائلة. اتقوا الله في أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا من الشيعة. اتقوا الله يا أيها الشيعي المصير مصيرك. استيقظ من الغفلة انتبه لنفسك شمر عن ساعدك واهجر هؤلاء المعممين الكذبة الذين يزورون كل شيء من أجل مصالحهم. هذا الكذب يقول أنه يشد الرحال من أجل الحديث وهو جالس بين ظهران السفراء الأربعة ولم ينقل من السفراء الأربعة ولم يكتب هذا الكتاب ويوثقه توثيق من السفراء الأربعة. إذن هذا هو الباطل. صاحب الباطل لا يصدق أبدا. إذا صدق تبين باطله وانهار معتقده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشيعة وأن يستيقظوا وأن يبصرهم بالحقائق وأن يتركوا الباطل وأهله من المعممين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.